إلغاء شهادات الإيداع مرتفعة العائد، عبء كبير على البنوك، خسائر كبيرة وتكلفة على البنك المركزي المصري، الرهان على استقرار سعر الصرف، التعويم الجديد، موجة جديدة أو التضخم مرشح للارتفاع مرة أخرى في الشهرين الحالي والمقبل. هما هيلغوا الشهادات إمتى؟ عالية العائد 27% سنوي؟ لا. 23% شهر؟ لا. 30% تناقصية 3 سنين؟ لا. إمتى؟ أهلا بكم مرة تانية. بيانات التضخم اللي طلعت من الجهاز المركزي التابع للعامة والإحصاء عن شهر يوليو، والأول مرة من أول الأزمة الدولارية، شوف كام سنة، بتظهر انخفاض تضخم المدن لأسعار المستهلكين عن أسعار الفايدة. ألا هي كانت دايما أعلى. بدأت تدي إجابة أهو، موجب. طيب دي الأول مرة تحصل. أيوة الخبراء هنا بيقولوا إن الموضوع ده مش هيدوم، وإن البند ده أو المؤشر ده بالتحديد، البنك المركزي بيتخذه مؤشر رئيسي وهام جدا عشان يقرر على أساسه السياسة النقدية، اللي هو بمعنى يرفع الفايدة أو يثبتها أو يخفضها. ده مثلا نموذج اجتماع 5 سبتمبر اللي جاي. طيب في يوليو انخفض لكام؟ قال لك 25.6 المؤشر ده، بس العائد على الإيداع في البنك المركزي كان 27.2. طب ما يبقى كده في فاصل فارق أهو للإيه؟ التضخم بقى أقل لأول مرة. طب وده كان المركز يعمل ايه؟ يبص بقى على الشهادات. ده لو الوضع هيستقر ويكمل على كده. انما التضخم مرشح مرة تانية يرتفع في الشهر اللي احنا فيه والشهر اللي جاي. ليه؟ واحد، خفضنا الدعم الموجه للعديد من السلع الرئيسية، ثمنها زاد، اسعارها زادت. نائبة رئيس بنك مصر سهر الضماطي كان لها تصريحات مع المنصة بتقول فيها الارتفاع المتوقع جاي بسبب برضو ان متوقع نرفع اسعار الكهرباء في 1/9، ده اضافة للسلع الرئيسية. ايوه، وايه كمان؟ وزيادة اسعار الدواء اللي اقرت الاسبوع اللي فات، واللي لسه هتقر واحدة كمان جديدة في اصناف تانية في 1/9. فالتضخم بعدين ممكن في بداية السنة الجاية يبدأ ينحسر تدريجيا، أما في خلال هذا العام لا. يعني إلغاء الشهادات مش السنة دي، هنشوف. وزارة البترول الشهر اللي فات زودت البنزين بنسبة حوالي 15% بعد شهر واحد بس من رفع سعر الرغيف من شلن لريال، ودول 300% دفعة واحدة في يونيو. طيب مسؤول ائتمان في بنك خاص قال إن التباطؤ الحالي في معدل التضخم مدفوع بحاجة واحدة، تراجع أسعار السلع الغذائية بشكل جيد. سلع غذائية، يبقى هنا نسأل هي في الموسم ولا مش في الموسم؟ نطلع إن إحنا في الموسم. الخضار موجود، ده الموسم، الفاكهة موجود، ده الموسم، فالمعروض تمام، مفيش نقص. إنما في غير الموسم، يقوم هنا نقول إيه؟ هذا لا يمنع حدوث موجة تضخمية مرتفعة في شهر أغسطس وفي شهر سبتمبر اللي جاي. نتيجة إيه؟ ان اللي هيبقى ده مش موسم، يبقى السبب في خفض التضخم هيزول، يبقى مش موجود، زائد الزيادات اللي حصلت في المحروقات والارتفاع المرتقب في الكهرباء، هذا الباكج اللي هيديك تضخم عالي. يقوم هنا ما تدومش مساله ان الفايده اعلى من التضخم، يرجع يزيد عليها. يقوم المركز يعيد حساباته، لازم يكون متاكد ان وضع التضخم هيدوم تحت الفايده، يقوم نازل بالفايده شويه، يقوم ما يبقاش في عزل الشهادات الادخاريه، وهكذا يفضلوا ينزلوا مع بعض. انما نازله واحده ما عشان كده البنك المركزي لازم يواصل مراقبه الوضع الحالي بدقه بشكل حذر من غير ما يحرك الفايده، سعر الفايده، لحد ما يعمل مستويات كبيره من التضخم. احنا بنقول ايه؟ تراجع كبير، 27.2 للفايده، 25.6 للتضخم، الفرق ده كام؟ مش 3%. انت محتاج تعمل فرق كبير قبل ما تتخذ القرار ده. التراجع اللي حصل في سعر صرف الجنيه الاسبوع اللي فات، اللي هو من 47.5 ل 49.90 قرش، هيأثر سلبا على معدلات التضخم كمان. هو هنا حتى ذكر قال لك الموضوع بتاع التوترات الجيوسياسيه والضربه الاقليميه اللي حواليك وخروج المال الساخن من الاسواق الناشئه اللي احنا منها كمصر، ده بيسبب برضو ايه؟ عوده التضخم للارتفاع، بس في الشهر الذي يلي هذه الاحداث، انه بيطلع عن شهر سابق.
طيب هنا بقى نروح لتبعات انخفاض التضخم على المدخرين في البنوك. التراجع التدريجي للتضخم والفايدة يسفر عنه إلغاء البنوك الشهادات مرتفعة العائد. إمتى؟ نائبة رئيس مجلس إدارة بنك مصر السابقة قالت إيه؟ نهاية العام الحالي تتلغي الشهادات. ليه؟ عشان بتشكل عبء كبير على البنوك. ليه؟ عشان بتحمل البنك المركزي تكلفة باهظة. ليه؟ لأنه بيقدم من خلالها دعم مادي للبنك الأهلي وبنك مصر، لأنهم حكوميين الاتنين. نظير إصدار هذه الشهادات العالية اللي احنا ذكرناها 27 سنة و 23 شهري 30 تناقصية 3 سنين، بيخصم من أرباح سنين سابقة، والله أعلم دلوقتي بقت خسائر ولا لسه في أرباح بيسحب منها. معدلات التضخم هتتراجع على أقل من 20% بس في نهاية السنة، طبعا ده متفائل جدا. ده هيخلي البنك المركزي يخفض أسعار الفايدة يا في ديسمبر يا في السنة الجديدة، فهيبقى من الطبيعي إلغاء هذه الشهادات مرتفعة العائد. تمام. مسؤول الائتمان في البنك الخاص بيقول البنوك لن تتسرع في قرار إلغاء الشهادات مرتفعة العائد، انما هتستنى لبدايه السنه الجايه. يبقى دول كده موعدين معانا، اخر السنه دي او بدايه السنه الجايه. طب ليه البنوك هتنتظر حتى تضمن انه ما يتسببش الغاء الشهادات في ان المدخرين ياخدوا فلوسهم من البنوك ويشكلوا حاله طلب كبيره في الاسواق على السلع فيحصل تضخم من جديد ونعيد من الاول؟ لازم يتاكدوا التضخم نام تماما بدل من ان يعود بشكل اكبر، الانفاق بشكل اكبر والتضخم بشكل اكثر ارتفاعا. عشان كده التريث في حد ذاته على الشهادات علاج. هنا استقرار التضخم ده عشان نتاكد انه تمام مربوط بايه؟ باستقرار سعر الصرف، يبقى ده رهان. فرص مصر للاستفاده الحقيقيه هتكون في استقرار سعر صرف الجنيه، هو شايف كده، عشان يامن موارد مصر الدولاريه، لان مع اختلاف الاسعار الناس بتروح للسوق السوداء واسواق تانيه. وان تضمن الا يزيد التوتر في منطقه الشرق الاوسط، مين اللي هيضمنها دي؟ تضمنها ازاي؟ ده استقرار سعر الصرف ده اصلا عكس اتفاقنا مع الصندوق، ده لازم يبقى مرن ويفضل يتحرك. طب والفائده العاليه حالا دي؟ قال لك الفائده دي اصلا هو مستفيد منها حالا، بتساهم في جذب الاجانب يخشوا له في المال الساخن بشكل اكبر في ادوات الدين، وده بيعزز من قيمه الجنيه، يعني بدل ما ينهار سريعا طول ما الفلوس دي كتير جوه اهو ثابت لحد ما يبقوا يخرجوا يعملوا له زلزال في الحكايه دي. لكن هم الرهانات هنا احنا خسرانينها، مفيش حاجه اسمها برهن استقرار التضخم باستقرار سعر الصرف، هي حقيقه على ارض الواقع، بس احنا ماضيين مع جهات دوليه على عكس ذلك، فمش هيسيبونا ان احنا نثبت سعر الصرف. احنا حتى حكينا في الفيديو السابق عن مساله استقرار سعر الصرف او تعويمه وتحريكه، وانك تسيبه مرن. التقرير بتاع فيتش اخر واحد بصوا عليه في صفحتنا هنا وفي القناه بتاعتنا هنا، قال له ده انت تدخلت في ايام 5 اغسطس 8 اغسطس والسعر كان واصل ل 55، وانت دخلت حطيت ايدك يا مركزي، المفروض تترك السعر الى ان يوصف بتقلب حاد في سعر الصرف، يعني نط 5 جنيه مثلا تروح جاي توقفه او تتفق معانا تشوف هنعمل ايه، انما ما تقعدش انت توقفه مش عايز تعدل 50. تيجي ازاي بقى وانت بتقوله النهارده لازم نستقر سعر الصرف؟ ما ينفعش. فاذا قرار الغاء الشهادات الموعدين اللي معانا حالا من البنوك يا اخر السنه يا بدايه السنه الجايه، رهنا بانه يستقر التضخم تحت اسعار الفايده بثبات بمراقبه وحذر شديد جدا واقرار كامل الدسم زي ما بيقولوا. شكرا جزيلا لحضراتكم، في وصف الفيديو تحت لينك الواتساب والتليجرام، اعملوا لايك للفيديو وشيروه واشتركوا في القناه اللي بتشوفونا منها والصفحه اللي بتشوفونا منها على الفيسبوك. تقبل تحياتي محمد محي الدين، دعواتكم جدا جدا جدا. سلام.